شوف، انا ما اعتقدش انه الاجراءات التصدير معقده في مصر، بدليل انه يعني شركات كتير في مصر بتقوم بالتصدير. قد يكون اللي بيشتكي من اجراءات التصدير هو مصدرين صغار جدد، يجب ان يتم تدريبهم اكثر على عمليات التصدير. انما المصدرين الموجودين بيصدروا عادي من عشرات السنين، ما عندهمش مشاكل. ما افتكرش انه في تعقيد في اجراءات التصدير. يعني التدريب على التصدير ده حضرتك بيتم تحت اشرافكم ولا تحت اشراف هيئه تنميه الصادرات، وبيشتغلوا حاليا على برامج لتدريب المصدرين الجدد.